النهارده هنتكلم عن دور بعض فرق العمل في قسم الهندسه المدنيه نحو دعم العماره الخضراء وتاثير المنشات السيء على البيئه، سواء كمواد في الهندسه الانشائيه زي الاسمنتات ومصانع الاسمنت ومصانع الحديد، وازاي ان احنا بنحاول ان احنا نطور من أدوات الصناعة والمواد المستخدمة في الصناعة دي بحيث إن هي تصبح أكثر صداقة للبيئة. إحنا الحقيقة في المركز القومي للبحوث دعمنا عدد كبير جدا من المشروعات ناحية النت زيرو كونكريت أو الخرسانة، نحو إنتاج الخرسانة خالية من الأسمنت. ابتدينا الأول اشتغلنا على الخرسانات باستبدال جزئي لنسب من الأسمنت بمواد معاد تدويرها من المخرجات الخاصة بالصناعات المختلفة. استخدمنا يمكن قش الرز وحولناه لسيليكا نقية واستخدمناه كإضافة في الخرسانة. استخدمنا منتجات الخارج بتاع مصانع الحديد ودخلناها معانا في استخدامات للخرسانة، وكل ده أدى طبعا لخفض نسب الأسمنت المستخدم في الخرسانات اللي احنا طورناها. الأسمنت من أكبر الصناعات الملوثة للبيئة في العالم ومن أكبر الصناعات عالية الاستهلاك للطاقة، فالأسمنت يعني تخلص منه ميزتين الحقيقة، تخلص مباشر من تلوث للبيئة وكربون دايكسايد اللي بيطلع منه، وتخفيض لاستهلاك الطاقة اللي كل العالم بيشتغل عليه دلوقتي. الحقيقة احنا في برضو موضوع مهم تاني اشتغلنا عليه، ان احنا نقلل الاستهلاك الجائر للمواد الموجودة في الطبيعة. احنا زمان كنا بنشتغل الانشاءات بالزلط بالناتشرال جرافيل الكمالي مصر، النهارده ما بنلاقيهوش، بنشتغل بكسر الاحجار زي الدولومايت اللي بتقال عليه في العامه بتقول عليه السن. طبعا برضو الموارد الطبيعيه دي وهي والرمل لما تبتدي تنضب هتبقى صناعه البناء فيها مشكله، واحنا طبعا صناعه البناء في مصر صناعات اللي عمرها ما هتتوقف، لان احنا ما شاء الله احنا كل سنه بنزيد مليون، يعني كل سنه محتاجين نص مليون شقه للولاد والبنات اللي بيتولدوا الجداد. فلجأنا ان احنا نوجد بدايل من اعادة التدوير للمخلفات المختلفة بحيث ان هي تعتبر ركام صناعي يدخل في صناعة الخرسانة. والحقيقة برضو انتجنا انواع متميزة جدا من الخرسانات في مشروع قام المركز القومي للبحوث برعايته، انشاء خرسانة مقاومة لانفاذ الاشعاع، وده طبعا هيبقى في منتهى الاهمية في الفترة الجاية. احنا ابتدينا ننشئ اول محطة لإنتاج الطاقة بالطاقة النووية، وده هيبقى توجه بعد كده لأن ده من أقل أساليب إنتاج الكهرباء، توليد الكهرباء بدون استنزاف للغاز الطبيعي والبترول والمواد اللي موجودة عندنا في البيئة. نجحنا إن احنا أخدنا مادة برضو خارج من الباي برودكتس أو الهوالك بتاعت المصانع الموجودة في مصر، أنتجنا منها نوع من أنواع الركام اللي هو كبديل للكراش ستون أو الدولمايت أو اللي هو السن، يعني اللي هو مكون الأساسي اللي موجود في الخرسانة بديل الزلط بتاع زمان ده. أنتجنا خرسانة عالية الكثافة جدا وكثافة مهمة في مقاومة التسريبات الإشعاعية وبرضو مقاومة للتسريب الإشعاعي، وقمنا بعمل اختبارات كبيرة كتيرة جدا عليها ودعمها المركز القومي للبحوث بمشروع تمويل كامل من المركز. والحقيقة تعاوننا مع معهد القياس والمعايرة في عمل الاختبارات الإشعاعية، وعرضنا الخرسانة المنتجة للجاما ريز ودت نتائج ممتازة في منع تسريب الطاقة وفي نفس الوقت تسريب هذه الإشعة، وفي نفس الوقت بسعر أقل بكتير جدا من إن احنا نعمل شيلدينج أو نعمل عزل تصفيح بالرصاص أو غيره أو غيره من الطرق التقليدية المتبعة في الحماية من التسريب الإشعاعي في الأنواع دي من المنشآت. مال الكلام الزميلة الدكتورة هالة القاضي، أنا في حكم التخصص في قسم الهندسة المدنية الجزء اللي أنا بهتم بيه في شغلي الجزء تجميع البيانات وخصوصا من التكنولوجي زي الساتلايت إيمج أو صور الأقمار الصناعية المتاحة حاليا. احنا عارفين ان الدولة برؤيتها السياسية يعني ادركت اهمية هذا الامر في حياتنا وبلدنا، وبناء عليه مصر ابتدت تتجه في 2018 ان صدر قرار سيادي بانشاء وكالة الفضاء المصرية، لان وجود اقمار صناعية على البلاد كتير بتأثر في اتخاذ القرار، فكل ما كانت عندي داتا دقيقة وواضحة وسهلة بتساعد متخذ القرار في اتخاذ القرار السليم.
من ضمن هذه البيانات المهمة في حياتنا وتطبيقاتنا هي صور الأقمار الصناعية، أو أحيانا بيبقى تصوير جوي. حاليا الدرون دلوقتي بقى متاح بتطبيقات في دول كتير تحت طبعا كونسترينس أمنية من خلال كل دولة وحسب ظروفها واتجاهاتها. عندنا الإشعار عن بعد طبعا ده من العلوم اللي بقت متاحة وتولز في كل استخدامات مناحي الحياة، في الزراعة بيستخدموه، في الهندسة بيستخدموه، في الهندسة المدنية، في إنتاج الخرائط، في حاجات كتير جدا. أنا في التخصص بتاعنا في الهندسة المدنية من ضمن الاستخدامات الرئيسية للساتلايت ايمج أو الصور الأقمار الصناعية عملية تحديد التغيرات المكانية مع الزمن، اللي احنا بنسميها بالإنجليش تشينج ديتكشنز أو تعيين التغير مع فترات زمنية معينة. طب ايه علاقة ده بقى بالكوب 27؟ احنا عارفين طبعا ان الكوب 27 من اهم حاجة بيشوف تغيرات المناخ على حياتنا بشكل عام في كل مناحي الحياة. من ضمن الحياة اللي احنا بنرصدها عندنا يهمني حاجتين، حاجة مثلا خاصة بالشواطئ. احنا عندنا مصر بتتمتع بواجهة في الشمال، الساحل الشمالي والساحل البحر الأحمر، بحوالي ما يقرب من 3000 كيلومتر طولي شواطئ. التغيرات المناخية بتأثر على ارتفاع منسوب سطح البحر نتيجة للسهرات الجليدية اللي بتتم في البحار على مستوى العالم، ده بتأدي لارتفاع سطح البحر وفي معدلات زمنية بترصد في هذا الأمر. من ضمن التولز اللي بتستخدم هي صور الأقمار الصناعية، وبناء عليها لما المنسوب سطح البحر بيرتفع ده بيؤدي إلى يعني فقدان جزء من اليابسة زي ما بيقولوا. احنا عارفين ان الكرة الساحلية اللي هي على الساحل الشمالي على التحديد على سبيل المثال ليها حرم، الحرم ده بيبقى فيه جزء امني وجزء بيئي. الجزء الامني طبعا عشان حر الحدود وسيطرة الدولة على الشواطئ، ما تمنعش اي حد داخل عليها، فلازم عندهم بفر زون بيقدروا يحكموها. مع الوقت زيادة منسوب سطح المية بياكل هذا البفر زون، فبيؤدي مشكلة ان انا يا اما اضيع استثمرتها في هذا الامر من الناحية الانشائية، يا اما لو انا عندي من الاول تصور واضح لهذا الامر ان انا ممكن اخد الحرم ده يعني تتوقع في المستقبل هيوصل لكام. يعني على سبيل المثال لو الحرم 100 متر، مع التآكل اللي بيحصل ده ممكن ال 100 متر دول بعد مثلا 50 سنه يتلاشوا. انا دوري ان انا اعرف هذا الامر من خلال المعادلات الرياضيه باستخدام الذكاء الاصطناعي. لو انا عندي صور في ازمنه مختلفه اقدر من خلال الصورتين دول اعرف التآكل قد ايه تم في فتره معينه سابقه، وبناء عليه اتنبأ في فتره لاحقه في هذا الامر، وبالتالي اقدر اخد القرار من دلوقتي وانا بخطط لاي مشروع جديد اخد ده في الاعتبار. او حاليا المشاريع القائمه فيها حلول ان انا ازاي احمي الشواطئ دي من هذا التاكل باساليب هندسيه. مختصين طبعا زمايلنا في المارين بيقدروا او المواني وحمايه الشواطئ بيقدروا يعملوا حاجه زي من الامر الانشائي. انا دوري في من استخدام الساتلايت ايمج ارصد هذه التغيرات واتنبا ايه اللي ممكن يتم فيها. تاني المتاح دلوقتي حاليا برضو ما يسمى بنظم معلومات جغرافيه الجي اس او جيوغرافيك انفورميشن سيستم. الجي اس باختصار بسيط اي حاجه ليها بعد مكاني عايز احدد لها مكان وليها معلومه وصفيه زي انواع الزراعات. انا دوري بقى دلوقتي انا معايا رساله ماجستير بشرف عليها في هندسه عين شمس، طالبه مسجله في جامعه قناه السويس، التغييرات اللي تمت مثلا على محور قناه السويس من ناحيه الاضافات او الحذف. يعني ايه؟ كان عندي قطعه زراعيه بمساحه معينه تعدت عليها قد ايه دقه، فبعرف في تاريخ 2011 و2020 التغيرات اللي تمت. المحور قناه السويس كان برضو كان شكله ايه في 2011 وفي 2020 حصل تنميه عليه وزيادات قد ايه. فسواء بالايجاب او بالسلب اقدر اعين هذا الامر من خلال حاجه اسمها ايمج كلاسيفيكيشنز وتشينج ديتكشن او تصنيف الصور وتعيين التغيرات المكانيه مع الزمن. فكوب 27 ده موضوع يهمنا كلنا في جميع المجالات وكلنا بنخدمه بشكل او اخر. احنا الجزء بتاعنا عمليه البيانات او الداتا اللي هي اهم حاجه في اتخاذ اي قرار. يعني انا هقول مثلا انجليزي وبعدين اشرح بالعربي، رابش ان رابش اوت. لو الداتا اللي داخله مش سليمه النتائج اللي بتبني عليها القرار بتاعي بيطلع برضو مش سليم. فكل ما كانت الداتا صحيحه ومرصوده بشكل دقيق بقدر اخد قرار سليم. ودلوقتي بقت التولز متاحه والتكنولوجيا زي الذكاء الاصطناعي لكل، انا وجهه نظري برضو جميع التخصصات تقدر تستخدمه زي الاداره المانجمنت. كل الناس ما فيش تخصص اقدر اقول مانجمنت، انا بعمل مانجمنت في حياتي في بيتي في وقتي مع اولادي في مشاريعي. فالمانجمنت والاداره والذكاء الاصطناعي دي بقت تولز متاحه لازم كل الناس تبتدي تحاول تستخدمها وتعرفها سواء على سكيل صغير او سكيل كبير او الانتربرايز على مستوى الدوله ان شاء الله. وده اللي الدوله الحمد لله بتتجه له دلوقتي وبتوجه جميع الجهات البحثيه لهذا الامر، اللي احنا مشاريعنا البحثيه اللي في المركز بتركز على محاور اللي بتهم الدوله وبنحاول نشتغل عليها. يعني احنا معانا دلوقتي مشاريع بحثيه انا اعده فيهم في احد المشاريع، ازاي اعاده تطوير المباني الحكوميه القديمه زي مباني المركز مثلا او غيرها او غيرها في مباني قديمه
ازاي ابتدي اطورها، استغل تهويه طبيعيه، ازاي اعمل فيها موديفيكيشنز، ان انا اعمل مثلا فوتوسيل فيها اوفر الطاقه بشكل ايجابي، اعمل مباني صديقه للبيئه. يعني نحاول على قد ما نقدر، طبعا ما لا يدرك يعني كله لا يترك كله، فبنحاول على قد ما نقدر المباني القديمه ونتراعى ده في المباني الجديده والمدن سمارت سيتي في المباني الحديثه ان شاء الله بتخص في الاعتبار. فاستكمالا للموضوع، ان احنا دلوقتي بنحاول ك يعني جهه بحثيه حكوميه بنحاول نخلي مشاريعنا البحثيه ريليتد لهذا، توجهات الدوله في هذا الامر، وازاي نقدر نخلق مباني خضراء خاليه نظيفه. ده كله بيسمع في الاخر لتقليل التاثيرات المناخيه. لو كل الدول وكل الجهات ابتدت تاخد هذا النهج، مع الزمن هنبتدي نقلل التاثيرات اللي بتتم، وللاسف واحنا يعني بنحصد هذا الامر من دول كثير خارج مصر. يعني مش احنا للاسف وبنصورنا احنا كعالم ثالث، ولكن في دول كبرى صناعيه ليها الباع الاكبر في هذا الامر في تاثيرات المناخ. واعتقد يعني دور مصر في تبني فكره مؤتمر شرم الشيخ الكوب 27 بيدل على دور مصر الرائد في هذا الامر. وان شاء الله يعني ان نحاول سويا على مستوى الحكومات او مستوى الجهات الحكوميه البحثيه او الجامعات، ان احنا نتضافر الجهود كلها، ان شاء الله نشوف مصر في الفتره الجايه خاليه من التلوثات، وتكون مصر ان شاء الله يعني جرين زي ما بيقولوا، جرين بيلدينج على مستوى مصر بشكل عام. احنا في قسم الهندسه المدنيه مقسومين في تخصصات عندنا جوه القسم نفسه، ف انا ضمن المجموعه اللي تخصصها الهندسه المعماريه. بنهتم اكتر دلوقتي ان احنا نواكب خطه الدوله في التنميه المستدامه، ففي عندنا مشاريع البحثيه كلها والاوراق البحثيه بتركز على خطه الدوله للمدن، مدن الجيل الرابع والجيل الخامس، وده بيبقى على المحاور الأساسية بتاعتها، تغطية المحاور الأساسية بتاعتها بتبدأ من مرحلة التصميم وبعدين التشييد وبعدين التشغيل بتاعها. فبنبدأ من مرحلة التصميم العمراني، ان احنا بدأنا ان احنا نتبع اسلوب التصميم الأنماط المتصلة أو شبه متصلة، وإن هي لازم تبقى حوالين الفناء. وبدأنا إن إحنا كمان في المواد بتاعتها، مواد البناء، بنستخدم المواد المستدامة أو اللي هي إعادة تطوير أو تشغيل المواد، ولازم دي بتبقى التكاليف بتاعتها أقل لأن هي بتبقى متاخدة من الطبيعة المحيطة للمكان. بدأنا ان احنا كمان نواكب الاتجاه العالمي علشان تقليل الاحتباس الحراري وتأكيد على الراحة الحرارية جوه المبنى وكمان في الغلاف الخارجي. فبدأنا ان احنا نستخدم انواع مختلفة او اتجاهات مختلفة، في عندنا تخدير الاسطح، وفي عندنا اللي هي الواجهات الخضراء برضو، وكمان الخلايا الشمسية. في دلوقتي اتجاهات كمان في ان احنا نعمل تكامل بين الثلاث طرق، يعني ان احنا ممكن ندخل الأسطح الخضراء مع الخلايا الشمسية، وده طبعا بيحقق لنا حاجتين. اولا بيقلل الاحتباس الحراري، بيزود الراحة الحرارية جوه المبنى نتيجة ان احنا بنقلل الاحتباس على الأسطح نفسها، كمان بنولد طاقة نتيجة استخدام الخلايا الشمسية بتاعتنا. في اتجاهات كمان دلوقتي استخدام الخلايا الشمسية على الواجهات، وده كمان بيزود الطاقة. طبعا كان الخوف قبل كده من ان احنا بنستخدم خلايا شمسية، طبعا تكلفتها عالية جدا، والمشكلة كمان في الصيانة بتاعتها، بس الدراسات اللي بدأت تتعمل وبدأت تأكد عن الموضوع ده، ان احنا على المدى الطويل نتيجة التشغيل اللي هي المرحلة اللي احنا كنا قلناها قبل كده في اللي هي مراحل الانشاءات، مرحلة التشغيل بتبقى لما بيتعمل لها الصيانة كويسة ودايما الصيانة الدورية بتتعمل بتاعتها، بتحقق لنا على المدى الطويل العكس، التكاليف بتبقى أقل لان احنا بنولد الطاقه وبنستخدمها جوه المبنى. الابحاث كلها اثبتت مؤخرا يعني ان بالعكس بالنسبه للتكلفه الاقتصاديه بتاعتها او تكلفه الطاقه الشمسيه بتتغطى بعد فتره معينه اللي هي مده التشغيل، اللي هي كده اصلا احنا لازم يعني لازم بنحط المبنى فيها تحت الاختبار لغايه لما نعمل تاني اللي هي الصيانات الدوريه بتاعته.
فده دلوقتي كمان بدأ ان هو يبقى موجود في مصر، وبدأ ان احنا دلوقتي عندنا الانتجريشن او الهول التكامل زي ما قلت عليه، اللي هي الاسطح الخضراء مع الطاقه الخلايا الشمسيه. وكمان بقينا بنستغل الخلايا الشمسية نفسها في ان هي ترمي ظل على الأسطح، فبقينا كمان بنعرف ان احنا نشتغل على الأسطح ونستغلها. ما بقتش الأسطح مكان فاضي بيتعمل فيه اللي هي الأوض الخدمات وكده بس، لا بقى ان هو ممكن يستخدم، وان هو ممكن يبقى مكان ان احنا نطلع فيه وان احنا نستخدمه. بالنسبة للمدن الجديدة هنلاقي ان هو ده التشكيل المعتمد فيها، فده بقى اتجاه الدولة دلوقتي، دي بقت الخطة اللي احنا ماشيين على أساسها. هنلاقي جوه المدن دي بقت الاستخدام المواد البناء اللي هي معاد استخدامها علشان تحقق الاستدامة بتاعت المكان نفسه. كمان هنلاقي فيه إعادة تدوير المياه، يعني المناطق الخضراء ما بقيناش دلوقتي بنستخدم المياه العادية، بقينا بنستخدم اللي هي المياه المعادة تدويرها. فدي كمان حاجات بقت موجودة في هي المدن الجديدة، وإحنا دايما ماشيين على الخطة دي وبنحاول إن إحنا نواكب خطة الدولة ونبقى شغالين تحتها، سواء في الأبحاث أو في المشاريع البحثية بتاعتنا.